بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير اتصالات وتقنية المعلومات، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في يوم من أيام الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع. الذكاء الاصطناعي في أبسط تعريفاته هو محاكاة العقل البشري. ودعوني أبدأ بمقدمة فلسفية نوعا ما. العالم روجر سبيري الحائز على جائزة نوبل في الطب لعام 1981 اكتشف أن الدماغ البشري مكون من نصفين، النصف الأيمن وإن كانوا متشابهين في الشكل وإنما مختلفين في الوظائف، وما تبعه من دراسات ومن أبحاث وتجارب وجدت أن النصف الأيمن مختص بالإدراكات المكانية والتعرف على الأصوات المعقدة مثل الموسيقى والمشاعر أيضا، بينما النصف الأيسر يقوم بوظائف ذات علاقة بالتحليل والمنطق والعمليات الحسابية. هذه مقدمة بسيطة حول فكرة هذا الأرتثون. الفنانون المبدعون خلال التاريخ كانوا يركزون بشكل كبير على استخدام الجزء الأيمن لإبراز وإظهار لوحات فنية متميزة. اليوم أثبتت التجارب في توظيف الذكاء الاصطناعي في الفن أن التكامل بين النصفين يتولد عنه منتج بشري إبداعي لم تعهده البشرية ولم يعهده الوجدان البشري. أيها الإخوة والأخوات، فضول العلماء والمفكرين وقادة الفكر في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حول الآفاق التي ممكن أن يصل إليها الذكاء الاصطناعي إلى أن يتوقف قادنا إلى محاولة استقصاء ذلك من خلال النسخة الأولى من أرتثون الذكاء الاصطناعي الذي عقدناه العام الماضي، وإن كان في نطاق محدود في الفن وهو رسم اللوحات الفنية. والذي كان يعتقد أنه محمية للعقل البشري لا يستطيع الذكاء الاصطناعي يتسلل إليها ويحاكيها. والآن في هذه النسخة نحاول أن نوسع النطاق ونتيح محميات أخرى وأوسع للعقل البشري لننظر ماذا يصنع الذكاء الاصطناعي في هذه المحميات. في هذه النسخة سنفتح آفاق جديدة للذكاء الاصطناعي لينحت الذكاء الاصطناعي مجسماً جمالياً وليؤلف الذكاء الاصطناعي مقطوعة موسيقية ويعزفها وليرسم الذكاء الاصطناعي لوحة فنية لفنانين قد يكونوا رحلوا عنا وليحلق الذكاء الاصطناعي بالعقل البشري عالياً في مجال الواقع الافتراضي والمعزز وتجسيد الخيال.